الله معكم باليوم الثالث من الأسبوع المقدس، يوم الأربعاء بنسميه أربعة أيوب، لأنه بهذا النهار نتذكر أيوب النبي أو أيوب البار يلي تحمل كل مصايب وأمراض وآلامه بصبر. كرمال هيك سؤالنا لليوم، ليش في وجع؟ ليش الألم؟ ليش المرض؟ الكتاب المقدس بينظر للألم والمرض خاصة العهد القديم على أنه نتيجة الخطيئة، وقبل ما يقشط آدم بالخطيئة ولما الله خلق الكون ما كان في وجع ولا ألم. لهالسبب بيربط الكتاب المقدس مثل ما قلت الوجع والألم والمرض بحالة الخطيئة، بغض النظر إذا كان الشخص عامل خطيئة أو لا. وهالشي استمر لأيام يسوع، وأوقات في ناس اليوم بأيامنا بعضهم بفكروا انه اذا مرضنا او توجعنا فاذا نحن عاملين شيء والله عم بقصصنا. يمكن بوقت العهد القديم وبالايام القديمة كان معهم حق يفكروا هيك، او يمكن حقيقة هيك، يعني هي بالحقيقة الالم ناتج عن الخطيئة، لانه لو ما في خطيئة ما في مرض وما في الم، اشي صحيح. ولكن بتجسد الله الكلمة يسوع يلي حمل آلام البشرية مثل ما بقول أشعيا، وحمل أمراضنا ومات بعد ألم كتير كبير، بطل الألم تبعنا والوجع تبعنا تمن الخطيئة، وإنما صار باب للنعمة، باب للحياة، باب للقداسة. وكتير من القديسين، ما رح أذكر حدا حتى ما أنسى حدا تاني، ولكن كتار القديسين يلي بالألم وبالوجع صاروا قديسين وعرفوا يحملوا صليبهم وألامهم مع يسوع تيتقدسوا. العهد القديم كان يعتبر انه المرض هو لعنة، كرمالك اللي بموت صغير، وهن ثلاث علامات اللعنة على كل حال، الموت الصغير او المرض، العلامة التانية كانت عدم انجاب البنين، والعلامة الثالثة كانت الفقر وعدم امتلاك المصاري. بالتالي يسوع مات صغير وتألم وما عنده أولاد وما كان غني، ورغم كل هول كان هو البركة بحد ذاته لأنه هو الله. بتجسد يسوع تغير كل المعنى، وتحول اليوم المرض والألم من لعنة ونتيجة خطيئة إلى بركة، ممكن من خلال الإنسان يتقدس ويرتفع تيصير يشبه إليه ومعلمه يسوع. كرمال هيك أنا ما رح أقول نياله اللي عم يوجع وعم يمرض، بس رح أقول له نياله الموجوع والمريض إذا عارف يحمل صليبه مع ربنا. بذكر بهالوقت بهالنهار كل الأشخاص المتألمين، يا رب أنا برفعهم قدامك، متألمي الجسد والأمراض، وخاصة مرضى الوباء، مرضى الكورونا، كل مرضى السرطان، كل الناس اللي عم بيعيشوا ألم جسدي كبير. برفع قدامك كمان يا رب كل الناس اللي عم بيعيشوا ألم نفسي نتيجة قلق وخوف وأي شيء تاني. يا رب كل شعبك عم بيعيش ألم على مستويات مختلفة، علمنا يا رب نحمل ألامنا وأوجاعنا وأمراضنا مثل ما أنت حملتهم، ونمشي وراك حامل صليبك على درب القيامة، يا من تحيا وتملك إلى الأبد. أمين.